إرسال آلاف الإيميلات يوميا بلا حدود إلى الإنبوكس مباشرة باستخدام SMTP Server. التسويق بالبريد الإلكتروني هو من أفضل طرق التسويق في الوقت الحالي، ومش بس كده، لو حضرتك مصوت أو مؤثر على مواقع السوشيال ميديا تقدر تروج لفيديوهاتك أو منشوراتك أو مقالاتك باستخدام البريد الإلكتروني. وفي الفيديو ده أنا هعرض لحضرتك أفضل أداة تقدر تستخدمها في إرسال رسائل بريد إلكتروني يوميا بلا حدود. كمان هنعرف إزاي ننشئ SMTP سيرفر مجاني 100% تقدر تستخدمه في إرسال عدد كبير، عدد لا نهائي يوميا من الإيميلات بلا حدود وإلى الإنبوكس مباشرة. كمان هنتعرف على أفضل طريقة لاستخراج الإيميلات المستهدفة من أي موقع موجود على الإنترنت، زائد فلترة هذه الإيميلات واستخلاص فقط الإيميلات الصالحة لبدء إرسال رسالة بريد إلكتروني بدون أي سبام وبدون أي مشاكل إلى الإنبوكس مباشرة. يعني باختصار يا شباب، الفيديو ده هيكون استراتيجية كاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، فتأكد ان حضرتك معايا لنهاية الفيديو وما تضيعش ثانية واحدة من الفيديو ده. ودلوقتي يا شباب يلا بينا نبدأ الشرح، ولكن قبل ما نبدأ رجاء لو حضرتك استفدت من الفيديو تدعمنا بلايك وشير علشان يوصل لغيرك ويستفيد، ولو حضرتك لسه أول مرة تشوف القناة يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ أنا أخوكم أحمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الإنترنت. طبعًا أي روابط هنذكرها في الشرح يا شباب كالعادة هتكون موجودة في الديسكريبشن أسفل الفيديو أو في أول تعليق. أولًا يا شباب، لو حضرتك لسه ما عندكش قائمة بريدية مستهدفة فأنا بنصح حضرتك إنك تشاهد الفيديو اللي قدامك ده، وفي الفيديو ده إحنا بنشرح طريقة استخراج آلاف الإيميلات المستهدفة لعملاء مهتمين بالمجال بتاع حضرتك ومن الدول اللي حضرتك محتاج تستهدفها، وبعد استخراج الإيميلات بنشرح طريقة فلترة الإيميلات دي واستخراج الإيميلات الصالحة فقط لإنشاء قائمة بريدية سليمة 100% وجاهزة للإرسال. طبعًا زي ما قلنا شباب، رابط الأداة موجود في الديسكريبشن أسفل الفيديو أو في أول تعليق. بعد ما بتضغط على الرابط بينقلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بالأداة زي ما حضرتك شايف كده. بنقف على برودكت من هنا شباب، ودي كل الأدوات الموجودة على الموقع. أول أداة دي يا شباب إيميل إكستراكتور، دي خاصة باستخراج الإيميلات، ولكن الأداة دي مش مجانية، الأداة دي مدفوعة. الأداة التانية إيميل فيريفاير، دي يا شباب دي خاصة بفلترة الإيميلات والحصول على إيميلات صالحة فقط من القائمة اللي حضرتك استخرجتها بالأداة الأولى، ولكن الأدوات دي مش مجانية، الأدوات دي مدفوعة ومش هتقدر تستخدمها بشكل مجاني، ولكن في الفيديو اللي جاي هقول لك إزاي تستخدم الأدوات دي مجانا. كل اللي يهمنا دلوقتي يا شباب هو أداة إيميل سندر، ودي الأداة اللي إحنا هنستخدمها النهاردة. اضغط على ايميل سندر، بينقلك على صفحة التحميل زي ما حضرتك شايف، والاداة مجانية. طبعا يا شباب الاداة ليها نسخة مميزة ولكن النسخة دي مدفوعة، احنا هنستخدم النسخة المجانية، فهنضغط على داونلود فري. بيبدأ التحميل عندك، والاداة مساحتها صغيرة جدا يا شباب، الاداة مساحتها 6 ميجا بايت، يعني اداة بسيطة جدا. بعد كده هنضغط كليك يمين على الاداة وهنقول له عرض في المجلد. يس، بتظهر لك النافذه دي، بتضغط على نيكست، اجري، انستال، بتنتظر التحميل. بعد كده بتضغط على فينش، ودي بتكون واجهه البرنامج يا شباب بعد ما بيفتح معاك. ممكن حضرتك تضغط على الاعدادات من هنا وتغير السيم، لو ضغطنا على السيم ممكن تختار بلاك يكون شكله افضل، بتضغط على اوكي. طبعا يا شباب البرنامج ليه ثلاث متطلبات علشان يبدا يشتغل معاك. اول حاجه بتكون الاس ام تي بي اكونت، وبعد كده الايميل تمبلت، واخر حاجه بتكون القائمه البريديه او الايميل ليست. علشان نبدا بضبط اعدادات البرنامج، اول حاجه هنبدا SMTP account، هنضغط على SMTP account من هنا. زي ما حضرتك شايف انا ضايف سيرفر قبل كده، ولكن انا هحذفه علشان نبدا نضيفه تاني مع بعض، فهضغط على ديليت من هنا. يس، كده انا حذفت السيرفر. وللحصول على SMTP سيرفر مجانا يا شباب نستخدم موقع بريفو. زي ما حضرتك شايف بعد تسجيل حساب على الموقع بتضغط على اسم الحساب بتاع حضرتك من هنا، تظهر لك الاختيارات دي، وبعد كده بتضغط على SMTP and API، وده بيكون السيرفر الخاص بحضرتك اللي هتستخدمه حالا على الاداء. طب علشان تسجل حساب في الموقع هشرح لك سريعا. بعد ما بتوصل لصفحه الموقع، والرابط هسيبه لك مع الروابط في الديسكربشن، بيطلب منك الايميل فقط، تضيف الايميل وبتضغط على تسجيل، وهو كده في الخطوه دي بيتحقق من الايميل بتاعك ان الايميل ده موجود وشغال، فبيرسل لك رساله تاكيد على البريد الالكتروني. حضرتك بتدخل على البريد الخاص بيك، تفتح الرساله وتضغط على زر التحقيق من البريد الالكتروني، وبيرجعك مره ثانيه على الموقع علشان تكمل البيانات وتكمل عمليه التسجيل، وبيطلب منك رقم هاتف. طبعا لازم يكون رقم هاتف موجود.
لان هيوصلك عليه قوه تاكيد، وبعد الخطوه دي بينقلك على صفحه تسجيل الدخول، وبتكون على الصفحه الرئيسيه لحسابك، فبتضغط زي ما قلنا على اسم الحساب وبتختار اس ام تي بي، فبينقلك على الصفحه اللي حضرتك شايفها دي كده، وتقدر تستخدم الاس ام تي بي الخاص بحضرتك، وتقدر تستخدم اي ايميل في التسجيل على الموقع ده، سواء كان جيميل او ياهو او حتى ايميل احترافي زي ما حضرتك شايف. بعد كده يا شباب هنبدا نضيف بيانات الاس ام تي بي سيرفر، فهنضغط على نيو اكونت من هنا. اول حاجه هنضيفها يا شباب بيقول لك اكونت نيم، وهنا بتضيف له اي اسم، على سبيل المثال انا هضيف امازون لان انا هسوق لمنتجات امازون. بعد كده بيقول لك فروم ايميل، بالنسبه لفروم ايميل يا شباب ده الايميل اللي هيظهر للعميل على ان الايميل ده اللي جاي منه رساله، وهنا تقدر تستخدم ايميل خاص بحضرتك او ممكن تستخدم ايميل عشوائي من اي موقع لتوليد البريد العشوائي. وعلشان يكون الموضوع احترافي اكتر يا شباب، عايزين نخلي الايميل ده لما يوصل للعميل يكون برضو فيه كلمة امازون او باسم امازون. علشان كده هنروح على الموقع اللي قدام حضراتكم ده يا شباب، زي ما حضرتك شايف كده انا اخترت هنا اسم امازون، وبعد كده اخترت الدومين ده، وحضرتك تقدر تعمل كده لو ضغطت على جديد من هنا، وبعد كده ممكن تدخل الاسم، وبعد كده تضغط هنا وتختار دومين من الدومينات دي، وبتضغط على انشاء، بينشئ لك البريد بالشكل ده. عشان تنسخ البريد تنسخه من هنا، ولو جات لك رساله على البريد ده بتضغط على تحديث الرسائل، تظهر لك الرسائل في صندوق الورد في المكان ده. هننسخ الايميل ده يا شباب، وهنروح على البرنامج مره ثانيه، اضيف الايميل هنا، وهو تلقائيا بيتضاف في المكان اللي تحتيه ده ريبلاي تو، وده لو كان العميل عايز يبعت لك رد بيكون من خلال الايميل الموجود هنا. بعد كده فروم نيم ده الاسم اللي هيوصل للعميل في الرساله، يعني في بدايه الرساله كده اول ما يفتح البريد الالكتروني في قائمه الرسائل او رساله جايه من امازون، وده طبعا اسم شركه، فده بيحفز العميل ان هو يتشجع ويفتح الرساله. هنا بيقول لك اس ام تي بي هوست، هنروح على موقع بريفو وهناخد الاس ام تي بي زي ما حضرتك شايف هنا نسخ، هنرجع على الاداه وهنضيف الاس ام تي بي. بالنسبه للبورد هنرجع زي ما حضرتك شايف البورد 587، هنروح على البرنامج هنضيف البورد في المكان ده، وبعد كده هنلغي خيار اس اس ال وهنختار تي ال اس. بعد كده بيقول لك اليوزر نيم، هنرجع تاني على بريفو. اليوزر نيم يا شباب هنضيف الايميل اللي احنا سجلنا بيه اللي هو هنا ده اللوجن، هننسخ الايميل اللي حضرتك شايفينه ده، وهنرجع على برنامج نضيف اليوزر نيم، وبعد كده الباسورد، الباسورد زي ما حضرتك شايف هنضغط على العدسه دي نزل الباسورد، وبعد كده ننسخه وهنروح على برنامج نضيف الباسورد. كده تمام يا شباب، بعد ما بتتاكد من كل تفاصيلك بنضغط على اوكي، بيتضاف عندك الاس ام تي بي زي ما حضرتك شايف، ولو لاحظت ده الايميل اللي هيظهر العميل، وده اسم الرسالة او اسم الشركة اللي بعت الرسالة، دول اللي هيظهروا للعميل في بداية فتح الرسالة. بعد ما بنضيف الاس ام تي بي يا شباب بنضغط على كنسل من هنا، وبنروح على الخطوة الثانية فنضغط على نيو تمبلت، تفتح مع حضرتك زي ما انت شايف كده تمبلت، وهنا تقدر تضيف القالب عن طريق نص او اتش تي ام ال لو حضرتك عندك كود اتش تي ام ال عبارة عن قالب، هنضغط هنا كده يا شباب وهنشيل الموجود ده كله، وبعد كده هضيف القالب بتاعي زي ما حضرتك شايف كده وهضغط على سيف. بعد ما اضفنا قالب اتش تي ام ال يا شباب ممكن نضغط على تكست من هنا، هتشوف شكل القالب زي ما حضرتك شايف كده، ده منتج من منتجات امازون انا بدات اروج له يا شباب. ومن هنا لو وقفنا على تكست حضرتك تقدر تكتب رساله بايدك وترفع الصور وتعدل على النصوص والصور باستخدام الادوات اللي موجوده قدام حضرتك دي، ممكن تحدد اي نص بالشكل ده، لو عايز تضيف رابط في النص ده ممكن تضيف رابط زي ما حضرتك شايف، ممكن تضيف صوره، ممكن ترفع مرافقات وملفات، تقدر تعدل على الوان النصوص من المكان دوت والوان الخلفيه بتاعت النص من المكان التاني ده، هنا تقدر تعدل على الخط نفسه الخطوط اللي هتكتب بيها، ومن هنا تقدر تعدل على حجم الخطوط، اهم حاجه تحدد المكان اللي انت عايز تعدل عليه، وبعد كده تختار اداه التعديل اللي انت عايز تستخدمها. الموضوع بسيط جدا يا شباب وسهل جدا، وشرحناه في فيديوهات قبل كده، ممكن ترجع للفيديوهات التانيه. طبعا هننسخ العنوان ده وهنيجي هنا نضيفه في السبجكت في المكان ده كده، وهنا هو حاطط لك فروم نيم بين قوسين، وده طبعا زي ما قلنا الاسم اللي هيوصل في بدايه الرساله للعميل، فهننسخ اسم امازون وهنضيفه برده في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده كده. كده تمام يا شباب، اهم حاجه في الرساله انك تختار العنوان، والعنوان يكون مختصر زي ما حضرتك شايف كده عباره عن 3 4 كلمات، وهنا بتضيف الاسم اللي هيوصل في بدايه الرساله للعميل، اول ما العميل يدخل على البريد الالكتروني هيلاقي اسم الشركه قدامه، وده بيحفز العميل على فتح الرساله يا شباب. هنضغط على سيف، هيتسيف معاك التمبلت بالشكل ده، حبيت تحذفه بتحذفه من هنا، حبيت تعدل عليه تضغط على ايديت من هنا وبترجع له مره ثانيه، ولكن احنا كده تمام جاهزين، هنضغط على كنسل من هنا. بعد كده يا شباب هنضغط على ستارت من هنا عشان تفتح معاك النافذه دي، ومن هنا اول حاجه هنيجي فوق هنا يا شباب هيقول لك اس ام تي بي اكونت، فلو عندك اكتر من اس ام تي بي اضفتهم بيكونوا موجودين هنا في قائمه، فهنا بنختار الاس ام تي بي اللي احنا انشاناه حالا
طبعا احنا سميناه امازون فهنختاره. وفي الخانه الثانيه بيقول لك ايميل تمبلت، برضو لو في اكتر من تمبلت حضرتك انشاتها بتلاقيها موجوده في قائمه هنا، بتختار التمبلت اللي انت عايزها. فانا هختار تمبلت امازون اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. وبعد كده بيقول لك امبورت ايميل ليست فروم فايل، وهنا ممكن تضيف الايميل ليست بتاعتك عن طريق النسخ واللصق. فلو هنختار الخيار الاول هتضغط هنا على فايل، هيدخلك على الفولدرات بتاعت حضرتك، بتختار الفايل اللي انت عايز ترفعه، بيكون باي صيغه من اللي حضرتك شايفهم دول، سواء كان تكست او سي اس في او اكس ال اس. فبتختار الملف بتاعك، واخر حاجه بتضغط على اوبن. اخترت الملف ده ورفعته زي ما حضرتك شايف في 279. ولو حضرتك هتشتغل عن طريق النسخ واللصق فممكن تفتح قائمة البريد بتاعتك وتنسخ الايميلات كلها، وتيجي هنا تختار الخيار ده، طبعا ده هيقفل معاك. وبعد كده هتضيف قائمة البريد كلها هنا وتبدأ ترسل لها. لو حبيت تعمل اختبار للرسالة قبل ما تبدأ الحملة ممكن تضيف ايميل واحد او اكتر من ايميل خاصين بحضرتك هنا، وتبدأ ترسل لهم هم الاول على اساس ان انت تتأكد من الرسالة قبل عملية الارسال. وده غالبا اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي قبل ما نبدأ عملية ارسال حملة بالكامل. انا اضفت هنا ايميل واحد زي ما حضرتك شايفين، وهنرسل له رساله حالا. وهنا الخيارات دي حضرتك بتسيبها زي ما هي، وبتفعل الخيار ده لو مش مفعل معاك، هو كده كده بيكون مفعل على البرنامج، وده بيزيل اي ايميلات مكرره داخل قائمه البريد الالكتروني بتاعت حضرتك. واخر حاجه بتضغط على اوكي. طبعا هنا انا اخترت ايميل واحد، خليك فاكر، هنضغط على اوكي عشان نرسل الايميل ده. زي ما حضرتك شايف هنا هيبدا يرسل الرساله، هنا بيقول لك سيندنج، هنتظر لما يقول لك اوكي. كده شباب تم ارسال الرساله بنجاح، فنقدر نروح نتاكد منها دلوقتي نشوف محتوى الرساله هيكون عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده شباب احنا على البريد الورد، والرساله وصلت باسم امازون طبعا بكل احترافيه، اسم شركه امازون هو اللي موجود في بدايه الرساله. ولو ضغطنا على الرساله كده فتحناها، زي ما حضرتك شايف الرساله وصلت تمام بمحتواها كامل، مفيش اي مشكله. طبعا انا ضايف هنا رابط لو ضغط عليه العميل بيوصل مباشره الى صفحه المنتج. طبعا شكل الرساله احترافي يا شباب زي ما حضراتكم شايفين، ويشجع العميل ان هو يفتح الرساله، خصوصا ان كلمه امازون هي عنوان الرساله، او ان شركه امازون هي اللي بعت لك الرساله فعلا. دلوقتي بعد ما اتاكدنا من الرساله ده شباب هنبدا نرسل الحمله بالكامل للقائمه البريديه اللي احنا رفعناها. فهنضغط على امبورت ايميل ليست فروم فايل من هنا، وطبعا زي ما قلنا هنختار الفايل اللي فيه الايميلات. الفايل ده حضرتك فيه حوالي 300 ايميل. بعد ما اخترناه هنضغط على اوكي من هنا. زي ما حضرتك شايف القائمه كلها اتضافت حوالي 300 ايميل، وبدا ان هو يرسل ايميلات. الاول بتظهر لك كلمه سيندنج زي ما حضرتك شايف، وبعد كده بتظهر علامه اوكي في المكان ده. زي ما حضرتك شايف بيقول لك توتال 301 ايميل، سيندنج لسه زيرو. اول ما يوصل ايميل بيتضاف هنا، وطالما الايميل نجح في الارسال بيتضاف في المكان اللي تحتيه ده، ولو الايميل فيه اي مشكله او ما تمش الارسال بيتضاف في المكان اللي تحت. وطبعا الايميل الاول اهو تم ارساله وبيقول لك نجاح، وبدا يرسل الايميل الثاني. والايميل الثاني ده لو لاحظت هو نفس الايميل اللي احنا عملنا عليه تيست من شويه. والمميز في البرنامج ده يا شباب ان هو بيرسل بطريقه بارده، يعني بطريقه هاديه جدا زي ما حضرتك شايف كده. الايميل ممكن ياخد حوالي 30 ثانيه او 35 ثانيه عبال ما يتم ارساله، وده بيكون افضل يا شباب في تسليم الرسائل، لان سرعه الارسال بتعمل مشكله وبتحول رسائل كتير جدا من القائمه للسبام. فبصراحه انا الموقع ده عجبني جدا ان هو مفيش رساله واحده وصلت سبام، كل الرسائل وصلت الانبوكس. القائمه هتاخد شويه وقت ولكن كلها هتوصل للانبوكس مباشره. ومع العلم ان الاس ام تي بي اللي احنا بنستخدمه ده يا شباب بيرسل 300 ايميل فقط في كل عمليه، مش في كل حمله، في كل نقره. يعني حضرتك دلوقتي بعد ما يتم ارسال ال 300 ايميل دول ممكن تنسخ 300 تانيين ترسل نفس الرسالة، مفيش أي مشكلة، مش هتغير إعدادات ولا هتغير أي حاجة، هتكرر نفس الرسالة تاني ولكن هتغير بس الإيميلات. وتقدر إنك تنشئ أكتر من اس ام تي بي لو عندك أكتر من رقم هاتف بكل سهولة على نفس الموقع، موقع بريفو. تعالوا نرجع للإيميل مرة تانية اللي إحنا عملنا عليه التيست ده، نشوف الرسالة التانية وصلت ولا لا. دي طبعًا الرسالة اللي إحنا كنا عليها يا شباب. هنرجع تاني مرة كده زي ما حضرتك شايف أهو، 2 أمازون، دي تاني رسالة. الرسالة التانية زي ما حضرتك شايف أهي، لو فتحناها أدي الرسالة الأولى وأدي الرسالة التانية. لو ضغطنا على الرسالة كده زي ما حضرتك شايف أهو نفس الرسالة، مفيش أي مشكلة، وتم إرسالها للمرة التانية بدون أي سبام وبدون أي مشاكل. برنامج رائع جدًا يا شباب. وعلى فكره النسخه المدفوعه بتاعت البرنامج بتكون افضل بكتير، لان امكانياتها بتكون احسن بكتير. وصل 7 ايميلات، والسبع ايميلات وصلوا بنجاح، ولسه في اكتر من ايميل انا ضايفهم خاصين بيا داخل القائمه دي. ايميل في منتصف القائمه وفي ايميل تاني في نهايه القائمه. طبعا مهم جدا ان حضرتك تكون عملت عمليه تحقيق من البريد الالكتروني او من قائمه البريد بتاعت حضرتك،
ويكون كل الايميلات اللي فيها صالحه وايميلات شغاله علشان ارسال بدون اي سبام وبدون اي مشاكل، عشان تقدر تحصل على نتيجه زي اللي حضرتك شايفها دي كده. وصلنا 30 ايميل لحد دلوقتي يا شباب زي ما حضراتكم شايفين. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده. يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حنزاوي من قناه نيت بروفيت.